جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم مصافحة النساء من غير المحارم كابنة العمة وابنة العم والخالة وابنة الخالة وامرأة الأخ جزاكم الله خيرا، وهل مصافحتهن تنقض الوضوء؟ لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة التي ليست من محارمه أو لا تحل له، المرأة الأجنبية منه لا يحل له مصافحتها ولا لمس شيء من بدنها لما في ذلك من الفتنة. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم صافح النساء لا في البيعة ولا في غيرها، وما مست يده صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له، وإنما كان يبايع النساء بالكلام من غير مصافحة، إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة كمسألة العلاج، إذا لم يوجد طبيب معالج من النساء واضطرت المرأة إلى العلاج فلا بأس إذا توقف العلاج على لمس موضع الحاجة فلا بأس به للضرورة. أما ما دام يوجد طبيبات من النساء والمرأة محتاجة للعلاج فإنه لا يجوز أن تعالج عند الرجال. وأما نقض الوضوء بمس المرأة فهذا موضع خلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال، قيل إنه لا ينقض مطلقا، وقيل إنه ينقض مطلقا، وقيل إنه ينقض إذا كان معه شهوة، ولعل هذا هو الأقرب أنه إذا كان معه شهوة فإنه ينقض الوضوء لأنه مظنة خروج شيء من الإنسان مما ينقض الوضوء. نعم.